السلام عليكم ومرحبا بجماهير المنتخب التونسي. تونيزية تونيزي معاك ربي ويني بي. هل الغنية هذه التوانسة كل يحبوها ومش نورمال مش نورمال، واحدة واحدة للفينال هذه زادة كيف كيف الناس كل يحبوها. بالله مش نطلب طلب من جلال القادري ومن مسؤولين المنتخب التونسي ومن أي واحد معناها عنده منصب في المنتخب التونسي، نحبوه يفهم القيمة والقدر نتاع تونس. راهي راكم مشاركين 21 مشاركة في كأس الأمم الإفريقية، ثالث المنتخبات أكثر مشاركين في الكأس هذه، يعني عندنا تاريخ عندنا قدر. كيفاش احنا منتخب تونس معناتها نخافوا من منتخبات معناتها المنتخب المالي الشوط الاولاني ضد جنوب افريقيا ماهوش منتخب كبير ياسر باش انت تخاف منه ونوليو نرعشوا، معناها رانا باش نلعبوا كونتر مالي، كان مشينا نلعبوا في الكاس العالم هاي اسبانيا هاي المانيا، كان مشينا لافريقيا هاي مالي هاي كامرون، هما لو وقتها باش نكوروا مع المنتخبات هذه وباش نوليو عندنا ايكيب ونوليو جونا به. بصراحه هذه التشكيله اللي باش نقترحها هي التشكيله اللي تنجم تكون أساسية ما فيهاش حتى نقاش بصراحة، ما عندناش برشا حلول الا غالب. بالنسبة للقلب الحراسة المرمى باهي خلينا سماه ربي بشير بن سعيد مادام وشاد المريفات وعاد مقابلة به. بالنسبة للظهير الأيمن كشريدة باهي كشريدة لو عاد مقابلة سيئة وسيئة جدا، المقابلة اللي فات أسوأ مقابلة ريتها لكشريدة، إن شاء الله تكون هذيك صدفة، إذا كان هذاك مش يولي مستواه راهو ماهوش باش ينجح مع المنتخب. دونك كشريدة على اليمين، على اليسار علي معلول. علي معلول على فكرة انتقدوا حاتم طرابلسي وقال راهو قدم مقابلة سيئة، نقول لك يا حاتم طرابلسي برجولية راني نحبك، أنا واحد من الناس كحاتم طرابلسي نحبه ونحترمه، ولكن راك غالط خويا راك غالط. كان تمشي وتشوف الإحصائيات متاع المقابلة اللي صارت بينات منتخب تونس ومنتخب ناميبيا، راك بالنسبة لعلي معلول أكثر واحد تحصل على نقاط في المقابلة، تحصل على بريسك 7.9، دونك ما غالط غالط برجولية حاتم راهو ما نبداش نهزو نصبتو. أكثر ملاعب عمل أسيست وسونتراجات وكل شيء هو علي معلول خاصة في الشوط الثاني، دونك راك غالط. بالرغم اللي انا راني مانيش مع علي معلول معناها 100% ولكن راك غلط. باش نبداو متفاهمين، علي معلول عدى مقابله محترمه ومحترمه جدا، ولكن قلب الدفاع ما يعرفوش يغطوا، قلب الدفاع ما عندهمش كوفرتيره صحيحه. ياسين مرياح انا واحد من الناس مانيش نرى فيه معناها عنده مكان في المنتخب التونسي، ثم زهر في كره القدم. انا واحد من الناس علي معلول قلت لكم على اليسار قلب الدفاع جلاسي، الملاعبي حمزه جلاسي معناها الملاعبي قلب الدفاع نتاع النجم الساحلي ملاعبي ممتاز، علاش نحقروا في العباد؟ ما نحقروش العباد، نعطيه كل واحد قدره واخويا واللي نجح بصحته. حمزة زلاسي قلب دفاع في المنتخب التونسي، حمزة زلاسي مكانه واضح هو والطالبي، حمزة والطالبي الزوز مع بعضهم، ماكم استغنيتوا على العيفة، العيفة وقت اللي بدات تطلع الكوتا نتاعو وطلعت الأمور في المنتخب التونسي وشد مكانه واستغنيتوا عليه، اللي العيفة وصل في فترات نجح مع المنتخب التونسي، ولكن ما اللي فات مات واللي صاير توا هذاك اللي نحكيو عليه. حمزة زلاسي يا سي القادري راهو عنده مكان مع المنتخب التونسي، لاعب حمزة زلاسي راهو ما عندكش كومش تلعب. ياسين مرياح راه ماهوش ينجح، ياسين مرياح كوارجي في ساقيه راهو ما ننكروش، انا راهو ما ننكرش فيها راهو، ياسين مرياح يعدي باسات صحاح وقت اللي يبدا مركز وجوه به، اما راهو في الفكان وفي الترونزيسيون والجمله جمله، الفريق اللي تلعب هجومات معاكسه راهو ما ينجمش روحو من الاخر. هذا بالنسبه للملاعبيه نتاعنا، معناها ان شاء الله اللي التشكيله اللي قلتها ان شاء الله تكون هي حمزه جلاسي وطالبي هما اللي يجيو في قلب الدفاع. بالنسبه للظهير الامن كشريده الظهير الايسر علي معلول، ثم شكون يقول لك نلعبوا 3-5-2 يا خويا علاش الخوف؟ علاش الخوف؟ انت تو مالي كي مش تخاف منها وتلعب لها تسكر في الوسط وكل شيء، شنو هي الخطه هذه؟ كي ماكش تراسيك تلعب في الدفاع ومهز لو وحشومه وفرص نجيبو، لا لا نلعبوا هجوم يا تخيب يا تخيب، يا ننجحوا يا باي باي، وشنو المشكله اخي؟ ما شنو هي الاشكاليه؟ معناها انا قلت لك ما تحطش ياسين مرياح في قلب الدفاع، خاطر ياسين مرياح في الترونزيسيون واش قوي، مالي عندها ملاعبيه فنانه شوي نجموا يرجعوا لك. وكر فزوره نتاع ها جماعه مالي مرضى بالملاريا وشنو هي، ولينا خايفين حتى ملاعبيه مالي بالملاريا يلزم نخافوا منهم؟ ليه مش معقول الشيء هذايا، وانا مانيش مع الامر هذا. باه هذايا بالنسبه للامر نتاع المنتخب التونسي في قلب الدفاع. بالنسبه للي بيفو يقول لك العيدوني والسخيري ما يجيوش مع بعضهم، وثم شكون يقول لك كيفاش تقولوا ما يجيوش مع بعض؟ لا نزيد ناكد لك ما يجيوش مع بعض، الزوز يلعبوا بيفوات الزوز يلعبوا بريسك واقفين من الاخر. دونك انا واحد من الناس السخيري تفرجت فيه المقابله اللي فاتت بصراحه دايخ شوي،
السخيري دايخ. ما نحبش انا جويرة خطر عنده مقابلات باهية في المانيا باش نردوه معناها بيكم باور ولا ماتاوس. لا خويا راهو ملاعبي على غالب ماهوش لجورجي ماهوش حاضر المقابله اللي فاتت تاعب فيزيكمون. انا واحد من الناس نحبل البيفو شكون البيفو العيدوني بصراحه العيدوني في فورم وقاعد يعمل في روندمون قوي. طيب العيدوني نهبط السخيري سي فاسيل هاكا عندك زوج بيفوات ما تلعبهمش مع بعض مسيب عليكم ما الخوف سايب عليكم الخوف راه ما ينجحش المنتخب التونسي. بالنسبة للديميات الديميات بتاع المنتخب التونسي كان باش نلعبه بطريقة هجومية بطبيعة العيدوني وحده ما نتصوروش باش ينجم روح ما نتصورش العيدوني وحده في البوست هذيك باش يكون هو الملاعب الكبير. معناه أنا واحد من الناس نحبد محمد علي بن رمضان يرجع التالي شوي ويلعب ديمي ما يلعبش يبعد شوي على المهاجمين يرجع التالي شوي يكون بيفو زيد كوارجي هذا بن رمضان ينجم ينجح ينجم البداية هذه راه البداية به 4-2 هذه الخطة تو حاليا 4-2 مازالنا ملاعب ياخر في وسط الميدان. الملاعب اللي في وسط الميدان أنا واحد من الناس ما نحبذش بن سليمان تفرجت فيه ريت بصراحة مستوى ما هوش حاجة بصراحة بن سليمان المستوى متاعه وأنا ما عجبنيش المقابلة اللي فاتت ما نتصورش معناها بن سليمان كان ينجم معناها يفك مكان ويكون فاعل معناها في المقابلة هذه. لذلك وسط الميدان متاع المنتخب التونسي إذا كان مش نمشيه 4-2 معناها مش نزيدوا ملاعبي آخر في الوسط اللي هو مش يكون يعني بريسك صنع ألعاب 4-3-3 صنع ألعاب شكون باش يكون صنع ألعاب. أنا واحد من الناس راه يوسف المساكني ينجح كصنع ألعاب لما لا يتحط خاطر يوسف المساكني ديما يلعب نافيدمي راهو قريب ياسر الخطة صنع ألعاب يعني نحطو المساكني يمول الملعبية ويقرب الوسط الميدان ميسالش وباساتو كلها تكون راس راس المهم المهاجمين يكونوا حاضرين. بالنسبة للثلاثة المهاجمين متاع المنتخب التونسي اللي معناها هذه الخطة الهجومية اللي يلزم نلعبوا بها ويزينا من الخوف ويزينا من الدفاع. بالنسبة للثلاثة المهاجمين أنا الراء بسام مصرار في على اليمين العاشوري على اليسار وسيف الدين الجزيري مش جويني من فضلكم مش جويني سيف الدين الجزيري نلعبوا مهاجم وإلا نطيش محمد سليتي ما كوارجي شوي هو نطيشوه في الهجوم وخلي اللي مش يعمل خلي يعمل وبعد التغييرات تصير على قد المقابلة متاعنا وعلى قد الجو متاعنا. المهم هذه تشكيلة واضحة تنجم تكون بعد كي تحب تهبط بون. أنا بالنسبة لسيف الدين الجزيري إذا كان أو عندي ملاعب آخر يهبط في بلاصة الجزيري ما ثم حتى إشكالية اللي هو سيف الدين الطيف الطيف مو كوارجي ولا نلعبه مهاجم قلب هجوم ما نلعبوش جناح نلعبوه قلب هجوم قدرة الله إن شاء الله تنجح المنتخب التونسي ويكون موفق. وهذه تشكيلة بالنسبة لي أنا نراها باهية للمنتخب التونسي. المنتخب التونسي عودنا يقوم بردة فعل وقت اللي نطلبه منه إن شاء الله ردة الفعل تصير المرة هذه مع المنتخب التونسي وإن شاء الله يصير الانتصار وبالتوفيق للمنتخب التونسي ونفرح الناس كل إن شاء الله في آخر المقابلة أمنيتي نفرحه وأمنيتي تكون النتيجة ممتازة نتيجة ترجع المنتخب التونسي ترجع لنا قيمتنا وترجع لنا قدرنا إن شاء الله الانتصار 3-1 للمنتخب التونسي وهذه الأمنية وإن شاء الله تصير. والسلام عليكم وتحية تونس.